واحد من أهم أسرار الشعب الياباني الشعب المعمر اللي بيعيش لفترات طويلة، عندهم شيخوخة أقل ودايما كده في حالة نشاط وطاقة باستمرار، بيعتبر كأقوى مضاد للشيخوخة. حتى كده كمان بيفرق معاك في أداء الذهن، يعني ذهنيا وجسمانيا وفكريا، كمان بيخلي كده عندك طاقة طول الوقت، بيقضي على التعب والإجهاد والكسل. حرفيا أول ما تبدأ تستمر عليه هو كو انزيم كيوتين. تعالوا في حلقة النهاردة نناقش مع بعض أهم أسرار وفوائد الكو انزيم ده، وإيه أفضل وأقوى مصادره الغذائية وأفضل صورة للمكمل ده. فعلشان نعرف كل التفاصيل بعد إذنكم ركزوا معايا جدا جدا، لأنها هتكون حلقة مهمة قوي ومفيدة. الكو انزيم كيوتين أو بيعرف باسم الكو كيوتين، ده بيعتبر من أقوى مضادات الأكسدة، بيكون موجود في كل خلية داخل الجسم. الجسم بيصنعه من تلقاء نفسه، يعني بيصنع بشكل طبيعي وتحديدا في الكبد، وكمان تقدر تحصل عليه من بعض المصادر الغذائية، والنقطة دي هنعرفها كمان شوية، وكمان تقدر تحصل عليه من المكملات الغذائية. طيب السؤال هو ليه أصلا الكو انزيم ده مهم جدا لصحة الجسم؟ نبدأ بقى نسجل مع بعض. رقم واحد، عشان بيلعب دور رئيسي في الحفاظ على التيار الكهربي داخل الخلايا علشان تتمكن من إنتاج الطاقة. رقم 2، بيساعد على استقرار أغشية الخلايا وبيحمي طبقاتها الخارجية من أضرار الجذور الحرة، وبيساعد أيضا على شفاء الخلايا التالفة. وكل ما بيتم إنتاج كميات كبيرة من الطاقة في الجسم هيبقى فيه خطر متزايد لضرر الجذور الحرة اللي كمان بيكون موجود في القلب والدماغ والكلى. ولكن لحسن الحظ الكو انزيم كيوتين بيعمل ايه؟ بيمنع من حدوث الضرر ده نهائيا، وعلشان كده ربنا سبحان الله خلق الكو انزيم ده بيكون موجود في كل خلية. ولكن لسوء الحظ في بعض الاشخاص بتعاني من انخفاض مستويات الكو انزيم في الجسم. الكلام ده بيحصل ليه؟ لعدة اسباب. رقم واحد، بسبب الفرط في التدريب وممارسة التمارين الرياضية بكثافة، يعني الشخص كده بيقعد يتمرن تمرين ورا التاني من غير كده ما ياخد وقت للراحة او حتى وقت كافي للتعافي. رقم 2، بسبب تناول بعض الادوية زي ادوية الاستاتين اللي بتمنع من رفع كفاءة مادة الكو انزيم في الجسم، اللي بتزيد من خطر الاصابة بتلف العضلات ومشاكل في القلب. رقم 3، ايضا كمان وجود بعض الاضرار والمشاكل الصحية زي التلف الدهني او تلف في الكبد اللي بيقلل بكميات كبيرة من الكو انزيم اللي بينتجها الجسم. رقم 4، وايضا الفرط في تناول السكريات بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم اللي هيزيد من احتمالية الضرر والاجهاد التأكسدي، كده هتزيد العوامل الالتهابية ويزيد الالتهاب في الجسم، ومن هنا الجسم يستخدم الكو انزيم علشان يساعد في مرحلة الشفاء للخلايا التالفة. ومن هنا نستنتج نقطة مهمة جدا، ان الشيخوخة والتقدم في العمر بتقلل من كميات الكو انزيم اللي بيصنعها الجسم، علشان كده مهم وضروري نحصل على المادة دي من المصادر الغذائية او المكملات الغذائية علشان مع التقدم في العمر نعوض المفقود. رقم 1، من فوائد الكو انزيم انه بيساعد على انتاج الطاقة، وهو ايضا انزيم مساعد بيساعد على توليد الطاقة داخل الخلايا من خلال تقوية وتثبيت مصانع الطاقة اللي هي الميتوكوندريا، وبالتالي الكلام ده بيساعد على نقل الالكترونات وانتاج الطاقة الخلوية اللي بتسمى الـ ATP. رقم 2، بيستخدم الكو انزيم للصحة الخلوية في خلية بالجسم علشان يقدر يحافظ على كل أغشية الخلايا، ودي بتكون الطبقة الدهنية المحيطة بكل خلية علشان يقدر يحميها من التلف والضرر. باعتباره مضاد الأكسدة قوي جدا، بيحمي الكو انزيم الحواجز دي من أضرار الجذور الحرة، حيث بيتم إنتاج كميات كبيرة من الطاقة. رقم 3، لزيادة الخصوبة والحمل، أظهرت الأبحاث والدراسات العلمية مع تناول مكملات الكو انزيم بيحسن من جودة البويضات عند النساء، وتحديدا للي أعمارهم فوق 35 سنة، وبالتالي قد تزداد فرص الحمل. ولكن ممكن الموضوع ياخد وقت شوية، ممكن ياخد على الأقل 3 شهور علشان تنضج البويضات، ولذا هو مهم جدا وضروري للمتزوجين علشان يساعد في الانجاب. وايضا اظهرت الدراسات واهميته للرجال انه بيحسن صحة الحيوانات المنوية وبيحسن من جودتها وبيساعد في زيادة حركتها، ولذلك هو مهم جدا وضروري للرجال واللي تحديدا بيعانوا من خلل هرموني او مشاكل في البروستاتا. رقم 4، اهميته القصوى لصحة القلب. سبحان الله، اكتر عضلة بيكون فيها كميات كبيرة من الكو انزيم هو القلب،
لو بتاخده في صورة مكمل غذائي فهو مناسب جدا للأشخاص اللي بتعاني من مشاكل في القلب والأوعية الدموية ومشاكل في الشرايين، عندهم ارتفاع ضغط الدم، بتعاني من ضعف الدورة الدموية في القلب، فكده مش هيصل الأكسجين الكافي للعضلة الكبيرة. الكلام ده هيتسبب في ضعف إنتاج الطاقة في خلايا عضلة القلب. ولكن لحسن الحظ ان الكوإنزايم بيساعد في تغذية مصانع الطاقة في الميتوكوندريا علشان يساعد القلب للانقباض بشكل صحيح، وبالتالي ده بيحسن قدرته علشان يساعد في ضخ الدم لجميع انحاء الجسم. كمضاد اكسدة قوي جدا بيساعد على تحسين مرونة جدران الشرايين لإعادة ضغط الدم لطبيعته، علشان كده الكوإنزايم من الحاجات المهمة جدا والضرورية لصحة القلب. رقم 5، أهميته لمرضى السكري. مع ارتفاع مستويات السكر في الدم وارتفاع مستويات هرمون الإنسولين، ده هيؤدي إلى تلف الجذور الحرة لأغشية الخلايا والميتوكوندريا، وبالتالي الكلام ده بيترتب عليه إن هيستنفذ الكميات الكبيرة من الكوإنزايم في الجسم، علشان كده بنلاحظ إن الإنزيم ده بيكون منخفض بدرجات كبيرة عند مرضى السكري. ولكن عند الحصول على كميات كافية من الكوإنزايم Q10 بيعمل إيه؟ بيكون له تأثير وقائي عند مرضى السكري، وبيقلل بشكل كبير من خطر تلف الأعصاب والأعضاء. وبفكرك قبل ما تنسى، لو فعلا بتستفيدوا من كل فيديوهاتي يا ريت ما تبخلوش عليا باللايك الجميل وتشاروا الحلقة دي في كل مكان علشان غيركم يستفيد. ولو حضرتك كنت لسه جديد بتشاهد في القناة، أهلا وسهلا بحضرتك، انزل تحت عند علامة الاشتراك أو السبسكرايب، اضغط عليها، هتلاقي كده جنبها علامة الجرس أو زر التنبيهات، اضغط على علامة الكل علشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي بقدمها أول بأول. رقم 6، أهميته لصحة الدماغ. حوالي 20% من إجمالي الطاقة بيتم إنتاجها في الجسم وبيقدر يستخدمها الدماغ، وده اللي بيخلي كل خلية تحديدا تنتج كميات هائلة من الطاقة، ومع إنتاج كميات كبيرة من الطاقة بيتم إنتاج الجذور الحرة اللي قد تسبب التلف وضرر الخلايا. وبالتالي مع الحصول على كميات مناسبة أو كميات كافية من كوإنزايم Q10 ده بيمنع الجذور الحرة من تلف خلايا الدماغ وأغشية خلاياها، وأيضا بيساعد في تقليل الالتهاب في الدماغ اللي قد يسبب الصداع أو الصداع النصفي. رقم 7، بيقاوم القلق والاكتئاب. كشفت الأبحاث الجديدة مع تناول مكملات الكوإنزايم أو إدخالها في نظامك الغذائي ده بيحسن من أعراض القلق والاكتئاب، ليه تأثير على استقرار الحالة المزاجية من خلال دعم خلايا الدماغ وبيحمي الجهاز العصبي من الأكسدة. رقم 8، لمكافحة الشيخوخة. بيحتاج الجسم لكوإنزايم Q10 وفيتامين سي علشان يساعد على انتاج الكولاجين الحيوي اللي بيكون مهم جدا لصحة البشرة والشعر والمفاصل والأظافر والأسنان، علشان تكون صحية بتساعد في تعزيز مضادات الأكسدة دي على تحسين مرونة الجلد اللي بيخليها أكثر شبابا وحيوية. رقم 9، دعم صحة الرئة. علشان الرئتين أكبر عضو بيكون فيه قدر كبير من الاتصال بالأكسجين، وده اللي بيخليه عرضة للضرر التأكسدي، ومع انخفاض مستويات الكوإنزايم Q10 قد يؤدي الإصابة بأمراض الرئة زي الإصابة بالربو أو الانسداد الرئوي المزمن أو حدوث الالتهابات، وده اللي بيخلي كده من الصعب التنفس بشكل طبيعي. ولكن بتشير الدراسات أن مع تناول مكملات الكوإنزايم Q10 بيقلل من الالتهاب في الرئتين، بيحسن من أكسجة الجسم بالكامل وتقوية الرئتين. رقم 10، الوقاية والحماية من السرطان. قد ثبت ان مع انخفاض مستويات الكوإنزايم Q10 قد يزيد من خطر الاصابه بالسرطان بنسبه 53.3%، ولذا مع عدم الحصول على كميات كافيه من كوإنزايم قد يتلف الحمض النووي والميتوكوندريا بسهوله بسبب الاكسده والجذور الحره، ومع ذلك تناوله في صوره مكمل غذائي بيساعد في حمايه الحمض النووي اللي هو DNA، وايضا بيساعد في تحسين صحه الاشخاص اللي تم تشخيصهم بالاصابه بالسرطان بالفعل. وتعالوا نجاوب على سؤال مهم جدا، ازاي تعزز من مستويات الكوإنزايم في الجسم بصوره طبيعيه؟ رقم 1، من خلال تناول اقوى وافضل المصادر الغذائيه بتاعته. هو غني جدا في لحوم الاعضاء وتحديدا لحوم البقر زي الكبده او القلوب او حتى كمان الكلى، بس في بعض الاشخاص مش بتحب لحوم الاعضاء، ولكنه ايضا غني جدا في بعض المصادر التانية زي الاسماك وتحديدا الاسماك الدهنيه زي سمك السلمون او السردين والتونه والمكاريل، وغني ايضا في بعض الخضروات والفواكه زي البروكلي والفراوله والبرتقال، وايضا غني في بعض المكسرات زي الجوز او اللوز وحتى كمان البذور زي بذور السمسم.
رقم اتنين، لازم تاخده في صورة مكملات غذائية علشان قدرة الجسم على تصنيع وتخليقه مرة تانية بتقل لسببين. مع التقدم في السن او حتى الاصابة بالامراض المزمنة بيقل تخليقه وتصنيعه في الجسم، فالافضل انك تاخده في صورة مكملات غذائية. وخلينا اقف عند النقطة دي، في منه تركيزين، ده اللي موجود في مصر 100 ملي جرام و400 ملي جرام، بس خليني اقول لك الافضل تبدا بالتركيز الاعلى 400 ملي جرام، لان ال 100 بيكون قليل جدا. خليني اقول لك ان الصيغه اللي موجوده بتكون صيغه غير نشطه، اسمه اليوبيكينون، ده بيتحول في الجسم للصيغه النشطه، بس مع التقدم في العمر واعراض الشيخوخه او حتى الاصابه بالامراض المزمنه بيبقى التنشيط بتاعه بيختلف من شخص للتاني. علشان كده الافضل والاحسن تشتري الصيغه النشطه، الصيغه الريديوزد، ولكن الصيغه الغير نشطه بتكون اوكسيدايزد. الصيغه النشطه اسمه يوبيكينول، بس للاسف الصيغه النشطه بيكون سعره اغلى شويه، طبعا متوفر في الدول العربيه او حتى متوفر في بعض المواقع الطبيه. خليني اقول لك ان الكو انزيم كيو 10 ده زيه زي فيتامين د والاوميجا 3. يعني ايه؟ يعني بيحب الدهون، هو اصلا زائد في الدهون، فبالتالي لازم تاخده بعد وجبات دهنيه، لان لو ما خدتهوش بعد وجبات دهنيه الامتصاص بتاعه مش هيتم في الجسم. يعني مثلا كده بعد بيض، لحمه، فراخ، سمنه بلدي، زبده، علشان يتم امتصاصه. وبيتاخد مره في اليوم، وما تقلقوش هو امن جدا. وبكرر مره تانية، الافضل انك تجيبه في الصوره النشطه، هو صح سعره غالي شويه، عندك المقدره هاته وجيبه، ما عندكش المقدره خلاص امشي على الصيغه الغير نشطه وباذن الله يفي بالغرض. رقم 3، التوقف عن تناول الاطعمه اللي بتحتوي على سكر مكرر زي عصائر الفاكهه والمشروبات الغازيه والحلويات والمعجنات والخبز، عشان الأطعمة دي بتتحول تلقائيا لسكر في الدم، فهيزيد نسبة السكر في الدم، هيزيد الالتهاب، وهيسبب ضرر الجذور الحرة اللي بيستنزف اللي هو الكو انزيم. رقم 4، ممارسة التمارين الرياضية لمدة 10 دقائق او ربع ساعة على الأقل مرتين في الأسبوع، ده بيعزز محتوى الكو انزيم في القلب والتركيب الحيوي للكو انزيم في الجسم علشان يحمي أعضائك من الأكسدة. رقم 5 والأخيرة، لو كان عندك مشكلة في المرارة أو عامل عملية استئصال المرارة، الأفضل والأحسن إنك تتناول أملاح الصفرة. ليه؟ علشان يقدر جسمك يستفيد منها، فبيكون دايب في الدهون علشان يكون فيه امتصاص صحي وتقدر تستفيد منه بشكل طبيعي. بس كده كنت وصلت لحد نهاية الحلقة، أتمنى من كل قلب لحضراتكم الصحة والسلامة. لو استفدتوا من الحلقة دي ومهتمين بموضوع تانية كتير، يا ريت ما تبخلوش عليا باللايك الجميل وتشاروا الحلقة دي في كل مكان علشان غيركم يستفيد. ولو كان عند حضراتكم أي أسئلة واستفسارات بخصوص الحلقة دي ولا حلقات قبل كده قديمة فاتت، اكتبوا لي كل أسئلتكم تحت في التعليقات، وأنا أكون مبسوط جدا وسعيد بالرد على أسئلتكم. ولو في اقتراحات من حضراتكم أنا تحت أمركم، وأشوفكم على خير الحلقة اللي جاية.